سلام من الله عليكم، هل أخبركم بنعمة تدخل صاحبها الجنة؟ تعالوا أحدثكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، هي إذن رقة القلب، فمن أعطاه الله قلبا رقيقا فقد أجزل له العطاء، فهنيئا لمن انتقى كلامه وكان قريبا من الناس يألف ويؤلف، هنيئا لمن كان هينا سهلا بطيء الغضب سريع الرضا، سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، لمن كان كالمطر أينما وقع نفع، لمن سار بين الناس جابرا للخواطر وأعطى دون من ولا أذى، هنيئا لمن كان كهفا للمضطرين ومفزعا للخائفين وملاذا للمحزونين، هنيئا لكل من عبد الله بحبه للناس. أهلا بكم في فترة الغروب. يعود مقام اليوم لأحد قادة جيش صلاح الدين الأيوبي، وهو حسام الدين البخاري المعروف بأبي الهيجاء، الذي خاض مع فرقته معارك عدة، منها معركة حطين، واستشهد عام 1191 ميلادية في معركة قرب كوكب في الجليل في فلسطين ودفن فيها. قصة هذا المقام ترويها لنا روزين عودة. معروف هذا المقام التاريخي العريق واللافت للنظر بمقام أبو الهيجاء، موجود في قرية كوكب أبو الهيجاء المتربعة في الجليل الأسفل الغربي قضاء عكا شمال فلسطين المحتلة، على ارتفاع 410 متر عن سطح البحر. نسب مقام أبو الهيجاء لحسام الدين أبو الهيجاء، وهو واحد من مجموعة الأكراد اللي أدخلهم صلاح الدين الأيوبي إلى عكا في أيلول 1189 ميلادي، فكان من أكابر العسكر وشغل منصب نائب صلاح الدين الأيوبي، وبالطبع كان من أكابر أمراء مصر. وحسب المصادر توفي أبو الهيجاء عام 1197 ميلادي قبل عودته إلى بلده إربل مسقط رأسه. بني المقام على طرف هضبة بتبعد حوالي 500 متر شمال مركز البلدة القديمة في كوكب أبو الهيجاء. نشأت المقبرة الإسلامية حول المقام، وبمحاذاتها موقع أثري بيشمل قطع فخارية بتعود للعصر الحديد الثاني. بضم المقام غرفتين شرقية وغربية، له مدخل واحد من الجهة الشمالية ونافذة واحدة من جهته الغربية، وبتتربع على سقف المقام قبتين باللون التركواز، وبيتقدم المقام ساحة مستطيلة مكشوفة مندخلها من الجهة الشمالية، وبيحيطها سور مرتفع من الجهة الشمالية بيتوسطها بير المي. أما داخل المقام فالغرفة الشرقية عبارة عن غرفة استقبال، أما الغربية فهي اللي بتضم ضريحين نسب واحد منهم لحسام الدين أبو الهيجاء. لمقام أبو الهيجاء مكانة دينية مرموقة بين أهالي قرية كوكب، فبيعتبروه ولي من الأولياء الصالحين، وواحدة من المعتقدات السائدة تجاهه كانت حول قدرته على شفاء المرضى. وإلى حكاية مسجد، حيث يحكي هذا المسجد سيرة صحابي جليل استشهد على أسوار إسطنبول. عاش طيلة حياته غازياً واكتسب محبة القلوب المؤمنة،
فهو الذي استقبل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فور قدومه إلى المدينة المنورة، وأكرمه وأعانه وقت العسرة، وكان ممن شهدوا بيعة العقبة الأولى وغزوتي بدر وأحد. إنه الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري، فقد بني هذا المسجد بالقرب من قبره، وهو أول مسجد بناه العثمانيون. حكاية مسجدنا اليوم من تركيا ومسجد السلطان أيوب. حارس بوابة اسطنبول وناقل حكايات الماضي العريق، جامع أيوب سلطان، المعلم الديني اللي بيفوح منه عبق التاريخ وبتترسخ فيه معاني الإيمان. على ضفاف الخليج الذهبي في الشق الأوروبي من مدينة اسطنبول بيقع جامع أيوب سلطان أو جامع أبو أيوب الأنصاري، رمز الحكم العثماني وأول جامع شيد بعد فتح القسطنطينية على يد السلطان العثماني محمد الفاتح، واللي تم بناؤه عام 1458، أي بعد 5 سنوات على فتح المدينة. قصة الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري بدأت مع العثمانيين لما أصر على المشاركة بالغزو وفتح القسطنطينية رغم كبر سنه ومرضه، فهو بيعتبر الصحابي الوحيد اللي دفن أثناء قتاله على أسوار المدينة، وهذا اللي أعطاه مكانة عظيمة عند العثمانيين. بعد فتح المدينة كان أول عمل قام فيه السلطان محمد الفاتح هو تحديد موقع ضريح الصحابي، وبالفعل وجد القبر، وبعدها تم إلحاق أقسام متعددة بالمكان ليصبح مجمع ديني وتعليمي متكامل الأركان. ضريح أبو أيوب بيحظى بمكانة هامة عند الأتراك اللي بيصطفوا أمامه لقراءة الفاتحة والتوجه بالدعاء، وفي جوار الجامع بتنتشر قبور عدد من السلاطين وبعض كبار رجال الدولة العثمانية ونسائهم اللي حرصوا على إقامة مقابر لإلهم بجوار ضريح الصحابي الجليل. الفناء الداخلي للجامع بتتوسط ساحة مستطيلة الشكل محاطة بسياج حديدي، وبتمتد داخل الساحة شجرة عملاقة عتيقة يقال إنها موجودة منذ وفاة أبو أيوب الأنصاري. وبيضم جامع أيوب سلطان مكان خاص لإطعام الفقراء وحمام تركي، وتحولت المنطقة لموقع سياحي وتجاري. بالنسبة للأتراك بيعد الجامع رابع الأماكن الإسلامية المقدسة، بحيث بيأتي في مقامه بعد مكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس الشريف، وشكل بوجوده في اسطنبول قيمة دينية كبيرة. فاصل ومنكمل معكم فترة الغروب، كونوا معنا. أهلا بكم من جديد. بين حنايا شهر رمضان من كل عام يتجدد السؤال عن المرض والصيام، ويتساءل المرضى عن ضابط المرض الذي يبيح الفطر، ومتى يجب على المريض أن يصوم رمضان، ومتى يكره له الصيام. الجواب الشافي مع فضيلة الشيخ أحمد العساف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الصيام أحبتي في الله كما بينا هو واجب على كل مسلم مكلف قادر على الصيام، فيجب علينا أن نصوم شهر رمضان المبارك. لكن هل هناك استثناءات في شهر رمضان المبارك؟ يعني هل يجوز لبعض الناس أن يفطروا في رمضان بسبب المرض، بسبب السفر أو غيرها؟ مثلا ما حكم من يصوم وهو مبتلى بمرض من الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط وغسيل الكلى؟
بعض الناس يسأل هل يجوز أن هذا لهذا الشخص أن يفطر؟ أولا نسأل الله عز وجل أن يشافي مرضانا وأن يمتعنا بالصحة والعافية، إنه نعم السميع المجيب. نقول من ابتلي ومن عجز عن الصيام مطلقا لا يستطيع أن يصوم مطلقا من أصحاب هذه الأمراض، يعني لا يستطيع نهائيا في رمضان أن يصوم، يفطر في رمضان ويترتب عليه بعد ذلك الفدية. قال الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فيفطر العاجز أحبتي في الله بسبب المرض ويترتب عليه فيما بعد الفدية، ويقضي إن استطاع القضاء. في بعض الأشخاص يستطيع أن يصوم أيام ويفطر أيام من أيام الشهر، يصوم 10 أيام أو 20 يوم ثم يفطر، هل يفطر هذا وماذا يترتب عليه؟ نقول إذا كان يستطيع ابتداء أن يصوم بعض أيام رمضان فهذا يترتب عليه أن يصوم، ويجب عليه أن يصوم تلك الأيام التي يستطيعها، ويقضي ما لم يستطع أن يصومه فيما بعد رمضان ولا فدية عليه ما دامه قادر على القضاء. يعني في ناس خاصة من كبار السن ومن أصحاب الأعذار نسأل الله عز وجل أن يشافيهم، لا يستطيع أن يصوم رمضان كاملا ولا يستطيع أن يصوم في أيام الصيف الطويلة، فيصوم ما استطاع من هذه الأيام ويقضي فيما بعد. أحيانا المرأة أحبتي في الله تكون في رمضان حامل أو مرضع، فهل تصوم هذه أم تفطر في نهار رمضان؟ نقول هي يجب عليها ابتداء على الصيام تصوم إذا كانت حامل أو إذا كانت مرضع، لكن فيما بعد إذا لم تستطع أو لحقها مشقة أو حصل ضرر أو لحقها ضرر من هذا الصيام تفطر لهذه المشقة ولهذا القضاء. وقد فصل العلماء فقالوا إن كان سبب الفطر الخوف على الجنين أو الخوف على الطفل قالوا هذه مع القضاء يلزمها الفدية، لأن الإفطار فيه النفع للأم وفيه النفع للطفل. إذن الأصل في الإنسان أن يصوم وأن لا يفطر إلا لعذر شرعي معتبر، ونسأل الله عز وجل أن يمتعنا بالصحة والعافية وأن يعيننا على صيام ما تبقى من شهر رمضان، إنه نعم السميع المجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك بذكر الله يا طالب الأجر ويا راغبا في الخير والفضل والبر، فمن يذكر الرحمن فهو جليسه، ومن يذكر الله يكافئه بالذكر. يحدثنا عن ذكر الله الشيخ قصي أبو صهيون في التالي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وخير كتاب أنزله الله الكتاب الذي قال فيه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فمن أراد السعادة في الدارين عليه أن يتبع هذا المنهج وهذا الكتاب العظيم، وإلا سيكون ممن قال الله عنهم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذه المفاهيم متفاوتة لدى كثير من الناس، وذلك لاختلاف أفكارهم ومعتقداتهم. فمنهم من يرى السعادة في الأولاد، ومنهم من يرى السعادة في الأموال، ومنهم من يرى السعادة في الملذات والشهوات، ولكن السعيد هو الذي يمتلك كل ذلك. طلبها الوليد بن المغيرة، طلبها في الولد فرزقه الله الأبناء، ولكنه جعل من أبنائه يحاربون الله عز وجل، فقال فيه الله: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يونس عليه السلام
لما طلب السعادة كان في ظلمات البحر في بطن الحوت تقطعت به جميع الحبال إلا حبل الله، فهتف من بطن الحوت بلسان ضارع حزين أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وجدها موسى عليه السلام وهو بين ركام الأمواج في البحر، السعادة والإيمان. وجدها يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت في ظلمات ثلاث حيث تقطعت به جميع الحبال إلا حبل الله عز وجل، فهتف من بطن الحوت بلسان ضارع حزين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ووجدها غيره من أنبياء الله، موسى عليه السلام، يوسف عليه السلام، محمد عليه الصلاة والسلام، وغيرهم من الأنبياء. من هنا لا بد أن يتذكر المرء أنه قبل أن يولد لم يكن شيئا، وأن كل أمر مذموم يدخل في دائرة النسيان، والله سبحانه وتعالى رتب على ذلك الجزاء، والجزاء من جنس العمل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال جل جلاله: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون.